اهلا بكم في قناة مساء الاخبار، واهلا بكل المتابعين. فيديو جديد وتوقعات مهمة عن نوستراداموس الجديد بتاريخ 20/6/2024. ده طبعا عشان عايزين ننوع ونحاول نزود ونغير الفيديوهات بتاعتنا باستمرار. لو تاخدوا بالكم القناة بتاعتنا كانت بتنزل فيديوهات لسيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف، لان الفترة اللي فاتت كان عليها بحث كتير جدا والناس بتدور على التوقعات بتاعتها، فحبينا ان احنا نغير ونجيب لكم توقعات جديدة وايضا اخبار عن الحرب العالمية التالتة، والموضوع ده هيحصل ولا مش هيحصل، وايه التوقعات وايه الحاجات اللي بنتكلم عنها. ولكن قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك، تفعيل الجرس، نعمل لايك وشير للفيديو. الفيديو النهاردة بنتكلم فيه عن واحد اسمه كوشال كومار، ده راجل هندي. هتلاقوا الموضوع بتاعه على موقع جوجل وخصوصا على موقع روسيا اليوم، وكذا موقع بيتكلم عن هذا الرجل او المتنبئ الهندي. طب ايه حكايته، ايه الموضوع، وايه كلامه عن الحرب العالمية التالتة، وخصوصا ان هو حدد الميعاد بتاعه. بيقول الموقع: اثارت تصريحات كوشال كومار المعروف بنوستراداموس الجديد الجدل بعدما اعلن ان الحرب العالمية التالتة فتبدأ خلال ساعات معدودة او ايام. وتوقع منجم فلكي معروف بلقب نوستراداموس الجديد في الهند قبل 3 اسابيع، يعني الكلام ده في شهر مايو لما اتكلم عن هذه التوقعات، كان في شهر مايو اللي فات، وقال كده ان خصوصا يوم 23، ان هي طلع بالتصريحات بتاعته يوم 23 مايو، عاد واكدها يوم الجمعة اللي فاتت لصحيفة ديل ستار البريطانية. بيقول فيها ان في حرب عالمية تالتة ممكن تحصل ما بين الفترة 10 لغاية 29 يونيو او 6. احنا النهاردة هو يوم 20، ومن يوم 10 لغاية 20 مفيش اي حرب عالمية تالتة بدأت، ولكن كل شيء جايز في الايام اللي احنا فيها. نكمل مع بعض الكلام بتاعه. وقال كده في تصريحاته لصحيفة الديلي ستار البريطانية انه الايام ما بين 10-29 هي ايام مناسبة لبدء الحرب العالمية، على الرغم ان في حاجات كتيرة جدا وان الايام عدت اهو من يوم 10-20 وما حصلش حاجة، ولكن بيقول ان اشار كومار الى الصراعات الدولية المستمرة والمتصاعدة عبر العالم، معتبرا اياها علامات على النزاعات العالمية المحتملة في المستقبل القريب. وعبر عن قلقه من هذا السيناريو المحتمل، محذرا من ضرورة التفكير الاستراتيجي والتوقعات الدقيقة لتأثيرات الكواكب. يعني هو بيتكلم عن تأثير الكواكب عن هذا الموضوع، وقال كمان ان محذرا من ضرورة التفكير الاستراتيجي والتوقعات الدقيقة لتأثيرات الكواكب، ومعتبرا ان الاخطاء البشرية غير المقصودة قد تلعب دور في هذا السياق. من ضمن الحاجات اللي توقعها هذا الرجل مقتل الرئيس الايراني، يعني هو من ضمن الحاجات اللي اصاب فيها عن توقعه عن مقتل الرئيس الايراني. قال كده كومار الذي تنبأ بمصرع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في 19 مايو اللي فات، بحسب ما يزعمون عنه بيستند في نبوءاته الجديدة الى اننا سنشهد خلال شهر 6 او الايام اللي جاية اقوى محفز لكوكبين لاشعال حرب عالمية ثالثة، واشار الى سلسلة من الاحداث الحالية المزعجة لتبرير زعمه. وفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية في شهر مايو اللي فات لما اتكلم عن هذا الموضوع، قدم كومار توقعات الجديدة بشأن بداية الحرب حيث تضاعف من توقعاته السابقة، ورغم ان التاريخ اللي توقعه قبل كده متحققش، وكانت توقعاته السابقة بتشير ان 10/6 هي بداية الصراع، لان هذا لم يحدث ما اثار شكوكا في تنبؤاته. هو الراجل بيقول من 10/29، النهاردة هو 20، وفضلنا 9 ايام على شهر او على التاريخ اللي هو قاله، الله اعلم. ولكن انا من توقعاتي مش هتحصل حرب عالمية تالتة، لانها حصلت بالفعل. احنا مش محتاجين نقول ان احنا اللي فيه ده ما يعتبرش حرب عالمية تالتة، يعني الصراعات اللي احنا فيها دلوقتي بتدل على ان احنا اصلا في مشاكل وفي حروب، يعني اللي بيحصل في العالم ده مش طبيعي.
ودي كانت توقعات كوشال كومار الرجل الهندي او ما يطلق عليه نوستراداموس الجديد، واللي اتشهر بسبب توقعه عن مصرع الرئيس الايراني في 19/5 اللي فات، لدرجه ان ديلي ستار والصحف البريطانيه اتكلمت عنه واتكلمت عن توقعاته عن الحرب العالميه الثالثه اللي ممكن تحصل خلال ايام اللي. شكرا لحضراتكم، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وتعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. وطبعا هنتكلم عن حاجات كتيرة جدا، وفي توقعات مهمة تنزل على الصفحة او على قناة مساء الاخبار الجديدة رقم 2، واختي منى هي اللي بتقدمها. هتلاقوا ان شاء الله القناة موجودة في تعليق من القناة نفسها، هتقدروا تخشوا عليه وتعرفوا اخر التوقعات وخصوصا توقعات ليلى عبد اللطيف بالذات. شكرا، اشوفكم بخير، كانت معكم اختكم مريم من قناة مساء الاخبار.